منورتنا النهارده هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وقضيه مهمه جدا بتهم كل الشباب وخصوصا البنات، مع اننا وصلنا النهارده لسنه 2023 والعالم كله بقى منفتح على بعضه بثقافات كتير مختلفه سواء من خلال السوشيال ميديا او المسلسلات او الافلام، الا ان لحد النهارده مش عارفين هل الاهالي يقدروا يخلوا بناتهم يسافروا لوحدهم ولا لا؟ هل البنات من حقهم فعلا يكتشفوا الحياه والعالم ويسافروا سوا سواء شغل او فسحه ولا لا ما ينفعش؟ يعني لو بصينا هنلاقي البنات دلوقتي بقوا اكتر نضج ووعي سواء في الدراسه او الشغل او حتى الحياه الاجتماعيه، بقى عندهم هدف كبير قوي في الاستقلاليه والاعتماد على نفسهم، وده خلاهم اكتر جرأه في افكارهم ورغباتهم خصوصا في موضوع السفر. عشان كده النهارده هنطرح سؤال حلقتنا وهنفتحه للنقاش مع بعض، هل الاهالي يقدروا يسمحوا لبناتهم انهم يسافروا لوحدهم ولا لا؟ هيفضلوا متمسكين بالعادات والتقاليد وهيمنعوهم من السفر؟ ده موضوعنا النهارده وربنا يستر. دي خناقتي في اول وانا في الجامعه في البيت مع الاهل كلهم ان انا اسافر لوحدي. بصي خلينا نقول انه فكره منع سفر البنات لوحدهم دي فكره نقدر نقول ان معظمنا كبنات اتولدنا عليها، خصوصا كمان ان احنا مجتمع شرقي متمسك بعاداته وتقاليده، ومهما كان الراجل شايف ولف وراح وجه هتفضل كل افكاره بترجعه لاصله والطريقه اللي اتربى عليها. كمان في اهالي بتطبق فكره الضرورات تبيح المحظورات، يعني بيسمحوا لبناتهم ان هم يخرجوا وينزلوا ويشتغلوا ويعتمدوا على نفسهم بفكره انه البنت تعتمد على نفسها، تشيل المسؤوليه في البيت معانا، تصرف على نفسها، لكن بمجرد ما البنت تعرض فكره انها تسافر لوحدها او مع صحابها هنا بقى تلاقي اعتراض وهجوم عليها سواء من اخوها ابوها امها او حتى كمان جوزها اللي بيكون اصلا حجتهم في البيت. يعني ما يقولوا لك ايه ما هيسافر مش عارفه ايه، لما تتجوزي ان شاء الله اعملي اللي انت عايزاه، وبعدين بنكتشف في الاخر ان ده ما بيحصلش، وده بقى بيعمل بالحقيقه حاجز كبير جدا بين البنت وبين اهلها، خصوصا مع تطور الحياه وفهمنا ليها اكتر وانفتاحنا. البنات ما بقتش تسكت وما بقتش تقول حاضر وما بقتش تقول نعم زي الاول، ما بقتش مكسوره الجناح زي زمان. بنات كتير بتتمرد على رفض اهلها وبتحاول تقنعهم بكل الطرق علشان تحقق هدفها، وبندخل في دايره من الخلافات والصدمات الحقيقه اللي ملهاش نهايه وملهاش لازمه. انا بشوف يعني بالظبط. بصي يعني هو الموضوع ده مش هيخلص، بس انا عايزه اسالك الاول كده، انت عملتي ايه عشان تحلي المشكله دي؟ يا دي قصص. لا الاول كنت بكذب بصراحه، انا اسفه لاهلي، اسفه شديد يعني اسف شديد. كنت بكذب وبقول ان السفريه سفريه شغل، لحد ما اسافر وارجع امنه. دي النقطة. بصي احنا فعلا هنتكلم في كل حاجة، يعني أنا شايفة إن النقاش بيحل أي مشاكل، لو فهمنا بعض وسمعنا بعض الرأي والرأي الآخر ممكن نتجنب إن كل المشاكل دي تحصل. عشان كده احنا قررنا النهاردة يكون معانا وجهتين نظر، مش وجهة نظر واحدة، واحدة مع واحدة ضد، هنسمع بعض ونناقش، ممكن نتفق وممكن نختلف عادي، احنا مش جايين أكيد نفرض حاجة على حد، لكن في النهاية لازم نوصل لحل بطريقة إيجابية في النقاش.